السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. إذا اليوم إن شاء الله سوف ننتهي من القسم الأول والكبير لهذا المحور الخامس الخاص بالإندكتر. وقبل أن ننتقل إلى بقية المحور هذا الخامس الخاص بالكاباسيتنس، إذا ننتهي مع الإندكتر وذلك بمزيد فهم كيفية تجميع الإندكتر إما سيريز أو بارلل. إذا هنا أعطيكم المعادلات بصفة عامة لتجميع الإندكتر. فإن كانت الإندكتر سيريز بالتسلسل سيريز، فالآل إكيفلنت لو أريد تجميع وتعويض الآل بآل إكيفلنت، فهنا نلاحظ أنه عندي نفس التيار الكهربائي يمر في كل الإندكتر، وبالتالي هم بالسيريز، وقيمة الآل إكيفلنت هي ليست إلا نقوم بجمع كل القيم للإندكتر. أما إن كان تجميع الإندكتر بارلل بالتوازي، فالآل إكيفلنت لهذا التجميع تساوي على هذا الشكل. إذا هنا عندي بعض الأمثلة لتجميع الإندكتر. هنا أريد تعويض كل هذا بإندكتر واحد اسمه ال equivalent. نبدأ إذا من أقصى اليمين، ألاحظ هنا أن العشرين R والاثناشر والعشرة هم سيريز، أطبق قانون السيريز يعني أقوم بالجمع، فتكون الآل إكيفلنت هنا 42. ماذا ألاحظ؟ عندي إذا 42 التي تحصلت عليها الآن. ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن 42 هاري هي بارلل مع السبعة، يقع تعويضهم بإندكتر إكيفلنت قيمته 6. كيف تحصلت عليه؟ ضرب على الجمع، ثم هذه 6 سوف تكون سيريز مع 4 ومع 8، فيقع جمعهم ليتحصل على الآل إكيفلنت. المثال الذي يليه استخراج الإكيفلنت إندكتنس. هنا كما قلنا في السابق نريد تعويض إذا كل هذا بآل إكيفلنت. ماذا نلاحظ؟ إذا أبدأ من أقصى اليمين، ألاحظ أن 20 والأربعين سيريز، كم مجموعهم؟ 60 مليون. هذه 60 واضح تكون بارلل مع 30، يعني أقوم 60 ضرب 30 على 60 جمع 30، النتيجة تكون سيريز مع 100 ملي أري، ثم النتيجة تكون بارلل مع 40 ملي أري، وأخيرا ما أجده يكون سيريز مع 20 ملي أري ليكون هنا بارلل مع 50 ملي أري. إذا هذا الجزء الكبير الخاص بالإندكتنس بمثال تطبيقي.
هنا افترضت أو عندي قيمة للتيار الكهربائي، هذه الـ I، مطلوب مني استخراج الـ L equivalent. كم قيمة الـ L equivalent؟ يعني أعوض كل هذا السيركت بملف واحد اسمه L equivalent. مطلوب مني كذلك انطلاقا من معرفة قيمة التيار الكهربائي استخراج الجهد الجملي V، واستخراج الجهد V1 في هذا الاندكتر والV2 في هذه البرانش. إذن انطلاقا من معرفة التيار الكهربائي، هنا نلاحظ أن التيار الكهربائي يدخل إلى الاندكتر الذي وجهده V1، وبالتالي مباشرة V1 تساوي قيمة الـ L ضارب اشتقاق التيار الكهربائي. الـ L هي هنا 2 R، وبالتالي تكون الـ V1 هذه قيمة الـ V1. الآن تجميع الـ L equivalent، يعني سأعوض كل هذا السيركت ب L واحدة، قيمة الـ L equivalent واضح جدا هنا أن عندي، نبدأ من اليمين، عندي الـ 12 والأربعة parallel، نتيجة تكون series مع 2، والأربعة para مع 12 series مع الـ 2 R، لتكون الـ L equivalent تساوي 5 R. إذا الآن عندي تيار كهربائي قيمته معروفة، مطلوب مني إذا هنا الجهد الجملي للسيركت، وطبق فقط قانون الجهد العلاقة الـ VI في الاندكتر، فقيمة الجهد هذه هي قيمة الـ L equivalent ضارب اشتقاق التيار الكهربائي لأتحصل على قيمة الجهد الجملي. أما الـ V2 فأطبق قانون الـ KVL، فتكون الـ V2 هي قيمة الـ V الجملية ناقص قيمة الـ V1 لأتحصل على الجهد الـ V2 بتطبيق قانون الـ KVL، وهو أن مجموع الجهد في اللوب يساوي صفر.